نحن الآن في بغداد جسر الشهداء وبالتحديد أمام الفندق الذي علق به الأمير عبد الله رحمه الله. هذه الشرفة شرفة الفندق، ونحن الآن أمام الحاج أبو علي صاحب معرض أحذية أنكيدو. حجي ايش تتذكر من زمن الملكية؟ والله يعني أنا أتذكر أنه كان عمري 6 سنوات. اي بالضبط. والوالد احنا بيتنا بالكفاح. نعم حجي. الوالد جابنا قالوا بدنا نروح نشوف عبد الله. عاد جينا والله هنا لقينا بيع الوقوف خطير. الله يرحمه. وقلت حجي قصوا الذكر مالته القضيب. اي والله بحلقه. كفر. حجي كانت الملكية اشراف. بالطبع الملك يعني هم قمة التواضع ونبلاء شرفاء العراقيين. حبيبي حجي يعني ابو علي هذا الفندق هاي الشرفة الذي علق به هاي الامير عبد الله رحمه الله. حجي حتى بعد الشنقال بعده حجي بالضبط بالركن لو وين هاي التيغه حجي ابو علي هسه لو نخلي الملك فيصل الاول في كفه والملك فيصل الثاني في كفه وكل رؤساء الجمهوريات في كفه لرجحت كفه الملك طبعا لا هواي يعني هواي فرق عن الملوكيه اطيله يعني متواضعين يعني روح يومهم يعني مو تقول مثلا متكبرين حبيبي حجي يعني تواضعهم حلوين شوف الخليج شلون بنوا الخليج بحجي ما حد اجى للعراق وقال ذولا عراقيين واشراف لا ادير بالي عليهم ولا لا والله ميزانية العراق 100 مليار وكلها سرقة وبوك كلها لحد الان بعدان يا عمري حبيبي صحيح كذا أقعد أرتاح ما تقض ليل ونهار إذا قعدت يوم يأثر علي يوم أنا قعدت تأثر على عائلة مو فداني أكتبية العراقية حجي قلت لي هذا الشخص الذي قطع أوصال عبد الله رجع بعادة الكرة وأوصاله لا أوصاله هم تقطعت سبحان الله ربك كل شيء يعني هذا الشخص الذي قطع أوصال عبد الله مات واحد قطع أوصاله سبحان الله اي والله سبحان الله